تقريبا مش نمشي نفس الشكل اللي حكينا. ممكن فراس يلعب جنب حمد الله، ممكن اذا ما خرجش حمد الله. انا واثق انه هيخلي الشارع على اليمين وموسى على الشمال. اي بس انت اذا بتلعب بمهاجمين اثنين، الفريدي شو بتسوي فيه؟ تحت راس الحربه ممكن دايموند. دايموند اثنين مهاجمين والفريدي تحتهم ودايموند، ولكن المهاجمين شكون الاثنين؟ والدايموند احمد موسى وين؟ من حمد الله. كان اذا كان خرجت حمد الله هذا هو السؤال. لا هنشوف، لان حمد الله ما كانش موافق. بس انا يعني ما لا ما هو محتاج حد يجيب هدف، محتاج حد يصنع فارق. لانه لازم يجازف طبعا خلاص. المجازفه برضه بيعرفوا يجيبوا جول، ما ولاده بيعرفوا يستثمروا اقل الفرص. بس شو الخيار اللي عنده؟ ما عندوش اي خيارات، ما هو اللي حط نفسه في الموقف ده في الشوط الاول وفي يقول لكم مثل الغريق الذي لا يخشى البلد. وعادل هرمش وعادل عمروش لازم يرد باله شويه من الدبكه، عنده كارت اصفر ويتدخل كثير والحماس كبير عند لعيبته، هذا ممكن يكلفهم غالي. هو ودرارجه اللي مندفعين بشكل كبير ويقوم بادوار دفاعيه كبيره، ولكن الحذر لازم مع الكروت. اذا بتغيير فراس بديلا لفهد الجميعه ينطلق الشوط الثاني من لقاء مولوديه الجزائر والنصر السعودي، والذي كان الشوط الاول من قد انتهى بتقدم اصحاب الارض والضيافه بهدف نظيف في اياب دوري ال16 من كاس زايد للانديه الابطال. الى محمد الشامسي ومحمد حسين. شكرا للزميل العزيز اسامه الامير. ايدينا متابعينا في كل مكان، ينطلق الان نفس الاسماء بالنسبه للفريق الجزائري نادي مولوديه، ونفس اللاعبين اللي تركوا شوط المباراه الاول متفوقين على العالمي بهدف مقابل لا شيء. العميد الجزائري تفوق على العالمي في 45 دقيقة. شوط ثاني ننتظر بأن يكون أفضل حالة من سابقة وأن نستمتع أكثر بأداء الفريقين في 45 دقيقة القادمة. بينما نادي النصر يبدأ بتبديل وتسديدة وصلت سهلا حارس المرمى، سهلا حارس المرمى مع بداية شوط المباراة الثاني. فراس البريكان الفائز مع المنتخب السعودي للشباب ببطولة كأس الأمم الآسيوية، واللي راح يكون موجود مع المنتخب السعودي في كأس العالم للشباب في 2019 في بولندا. فراس البريكان دخل إلى أرضية الملعب مع بداية شوط فهد الجميعة اللي ترك شوط المباراة الثاني مع بدايته. بينما الفريق الجزائري نادي مولودية الجزائر يبدأ ال 45 دقيقة القادمة بنفس الأسماء. فريد شعال في حراسة المرمى، زكريا حدوث، زيدان صاحب الهدف الوحيد، عبد الغني دمو، عبد الرحمن حشود، وسط الملعب سفيان بن دبكة وهشام وآليو دينغ، أمامهم فارس حاشي وعبد الرحمن بورديم وليد درارجة. هذه تشكيلة الفريق الجزائري. بينما نادي النصر يبدأ بوليد عبد الله في حراسة المرمى، عوض خميس، إبراهيم غالب، كريستيان راموس، سلطان الغنام يلعب أمامه، بيتروس، أحمد فريدي، أحمد موسى، يحيى الشهري، عبد الرزاق حمد الله، وفراس البريكان 18 عام. ربما تكون هذه المباراة هي مولد لنجم سعودي قادم الفترة القادمة. نشاهد ونتابع، كرة بتعود الآن، محاولة وصلت إلى فراس، فراس مضغوط عليه، أول لمسة من فراس يحاول أنه يراوغ، لكن عند آليو دينغ، عادت الكرة، تمريرة خلف المدافعين ممتازة هذه، لكن فريد شعال خرج في التوقيت المناسب، أمسك بالكرة الماضية. حكم مباراة الحكم الأردني آدم المخادمة، واحد من الحكام المميزين، حكام النخبة في القارة الآسيوية. تسند هذه المباراة شوط أول ما في أخطاء بالنسبة للفريق الجزائري، شوط أول ممتاز كان لنادي مولودية الجزائر. بينما الفريق السعودي نادي النصر لم يقدم المستوى المنتظر منه، هنالك فرص أهدرت والكرة بتعود الآن، محاولة إلى حمد الله لكن أيضا تتخلص، عادت مرة أخرى، تمريرة أمامية لسفيان بن دبكة، بن دبكة اللي تحدث بأن لم يخطئ أبدا في شوط المباراة الأول، سفيان أخطأ في هذه إلى رمية التماس. عادل عمروش المدرب الجزائري مع مساعدة رفيق صايفي مع هذا الجهاز اللي يقود هذا الفريق الكبير،
نادي مولودية الجزائر الحلم أن يعيد مرة أخرى نادي مولودية الجزائر إلى الطريق الصحيح. هذا اللي يبحث عنه عادل عمروش. بالسلام إن شاء الله ليلي عبد الغني. عبد الغني دمو يعاني من إصابة. عبد الغني دمو سلام إن شاء الله يعود مشافة معافى في الدقائق القادمة في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. عبد الغني دمو اللاعب اللي عنده 29 سنة. هنا الجماهير الجزائرية شناوة شناوة. نادي مولودية الجزائر عشاقه كثر يعني من الفرق اللي تعتبر الأكثر شعبية ويمتلكون هذا الملعب خمسة جويليا ملعب اللي سمي على تاريخ. هنا الجماهير السعودية أيضا الموجودة جماهير النصر اللي تقف خلف فريقها سمي على يوم تاريخ استقلال الجزائر. خمسة جويليا جزء من مركب الرياضي محمد أبو ضياب. ملعب اللي يتسع تقريبا ل 45 ألف متفرج. أكبر ملعب في الجزائر ومن أكبر الملاعب في القارة السمراء. الملعب اللي يحتضن العديد من التظاهرات والمنافسات منها نهائي كأس الجزائر سنويا بالإضافة إلى مباريات المنتخب الجزائري وكرة القدم اللي أيضا تلعب في الجزائر الدوري المحلي والعالم القارية والإقليمية. ملعب استضاف مباريات الجزائر ونيجيريا في نهائي كأس الأمم الأفريقية 90 وقتها فاز المنتخب الجزائري بالبطولة. وصل عدد الجماهير 45 ألف متفرج. كان أكبر حضور جماهيري في هذا الملعب. رأي وتسلل على عبد الرزاق حمد الله. النصر يحتاج إلى هدفين حتى يعود ببطاقة التأهل والوصول إلى الدور القادم. يا هيلدر هذا المدرب البرتغالي هيلدر عنده تجارب عديدة. هيلدر الآن يتواجد في هذه المباراة وفي هذا اللقاء مدربا لنادي النصر قادم من انتصار على نادي الشباب في الجولة الماضية في بطولة الدوري السعودي. يعني يستغل الحالة المعنوية اللي عليها لاعبي نادي النصر. كرة بتعود الآن تمريرة وصلت إلى حمد الله لكن أيضا خاطئة. عادت مرة أخرى لفراس تمريرة وبعدت من أمامه. حكم مرة تمر بالاستمرار. عادت مرة أخرى أحمد موسى لبريكان ضغطوا عليهم خلصوها من أمامهم. عادت الكرة لبيتروس. بيتروس ضابط رقاع في وسط الملعب. نقل كرة أمامية لحمد الله. حمد الله حمد الله سدد لكن تأخر حمد الله والكرة بتعدي بتمر إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية عبد الرزاق حمد الله يواصل مسلسل إهدار الفرص. يواصل مسلسل إهدار الفرص عبد الرزاق حمد الله قادر بأن يسجل لولا التاكلينج الجميل والتألق من اللاعب عبد الغاني دمو. عبد الغاني دمو هو اللي خلص بعدها إلى ركلة ركنية. نصراوية على تنبيذ يحيى الشهري. الشهري وعلى تنبيذ أرضية عالية لكن أيضا الكرة في إبعاد. بيتروس بيجرب وصلت المحاولة الغنام سدد لكن المتابعة غير موجودة. المتابعة غير موجودة. فريد شعال زعلان. فريد شعال زعلان على اللقطة الماضية. هذه تسديدة الغنام وصلت عند حارس المرمى على مرتين. أمسك الكرة الماضية ويبحث عن بداية هجمة في اللقطة القادمة. كرة بتعود إلى عوض خميس. استلم كرة عوض وليد عبد الله حارس المرمى. أنا كوندا نقلها أمامية. عادت مرة أخرى إلى سلطان الغنام يستلمها نقلة إلى يحيى. عادت المحاولة إلى يحيى مرة أخرى خاطئة التمريرة وصلت إلى سفيان بن دبكة. بن دبكة مررها كرة في الخلف لعبد الغني دمو. دمو إلى اليودينغ الجزائري المنتشي حتى هذه اللحظة بهدف اللي سجل في شوط المباراة الأول عن طريق اللاعب المميز
زيدان مباركو هو اللي سجل هدف الأول في شوط المباراة الأول بطريقة رائعة جدا في 45 دقيقة الأولى. الكرة بتعود الآن والمحاولة لوليد عبد الله، نقلها أمامية تتخلص من أمام اللاعب فراس، عادت مرة أخرى تمريرة خاطئة، بيتروس سقط على أرضية الملعب خطأ، يحتسب لبيتروس يعاني من إصابة في الكرة الماضية بالسلامة إن شاء الله للاعب البرازيلي بيتروس اللي سقط على أرضية الملعب، تدخل كان موجود وأيضا حاشي يعاني من إصابة. المهاجم في هذه المباراة وفي هذا اللقاء هنا صغار مشجعي مولودية الجزائر اللي يغنون مع الشناوة، سعداء بما يشاهدون من منظر جميل في الملعب وأداء طيب في شوط المباراة الأول، وينتظرون من فريقهم الكثير في شوط المباراة الثاني. نجوم كثر، أسماء كبيرة مرت على نادي مولودية الجزائر. يبقى الجيل الذهبي، الجيل الذهبي. الكرة بتعود الآن فراس استلمها، تمريرة بل تسديدة وصلت سهلة عند حارس المرمى اللي أبعدها إلى رمية تماس لأن أحد اللاعبين ساقط على أرضية الملعب. الجيل الذهبي عبد الغاني دمه يعاني من إصابة على إكمال المباراة. الجيل الذهبي للعميد اللي دخل منافسة موسم 70-71 بنية تحقيق أول لقب له بعد الاستقلال. يا الشناوة أغلبها من أبناء هذا الفريق كان لهم ما أرادوا، احتلوا المركز الثالث في البطولة، تأهلوا مباراة نهائية لكأس الجمهورية ليلاقي هذا الفريق، واجه الجار في الديربي وفي تلك المباراة في 71 بملعب 20 أوت بالعاصمة تحت أنظار الرئيس الراحل هواري أبو مدين، وأيضا الجناح الطائر كان وقتها للعميد عمر بطروني افتتح التسجيل وأضاف زميله باشي الهدف الثاني، وانتصر الفريق مولودية الجزائر في تلك المباراة. والزيدة مرت وعدت إلى ضربة مرمى، جيل سيبقى في التاريخ للأبد بالنسبة لنادي مولودية الجزائر. كيف لا وقد عرف أول تتويج قاري في تاريخ الجزائر، إضافة لأول وآخر فريق في تاريخ الجزائر يحقق الثلاثية بطولة الكاس والدوري ودوري أبطال أفريقيا، كل هذا بفضل تشكيلة قوية جدا يعتبرها العديد كأفضل تشكيلة جزائرية لكل الأوقات. كرة بتعود الآن، محاولة وصلت إلى يحيى الشهري، يحيى الشهري يعيد الكرة في الخلف إلى راموس إلى يحيى عند الغنام، نقلها أمامية إلى الغنام، وصلت هذه خطيرة، العرضية سيئة جدا من سلطان الغنام، سيئة جدا من سلطان الغنام في قائمة نادي مولودية الجزائر. يسحب المدافع عبد الغني دمو ويدفع على يدفع بعبد او محمد سبيع، محمد سويبع، محمد سويبع هو اللي يدخل أرضية الملعب. تبديل اضطراري يجريه المدرب عادل عمروش مدرب الجزائري بجانبه، واحد من أفضل ما أنجبت الكرة الجزائرية كلاعب، ود أن يسجل تاريخ كبير أيضا في عالم التدريب. يبدأ الآن مساعد مدرب رفيق صيفي وتألق في العديد من الدوريات الكبيرة هنالك في أوروبا، لكن حارس المرمى
خلصها الى ركله ركنيه، الى ركله ركنيه، فرص سهله تهدر من لاعبي نادي النصر، فرص سهله اهدرت من لاعبي نادي النصر، هذه المره عن طريق يحيى الشهري اللي لم يحسن التصرف، لم يحسن التصرف في هذه اللقطه، بل خروج حارس المرمى فريد شعال ابعدها وخلصها الى ركله ركنيه، ركله ركنيه نصرويه، لكن الامور صعبه بان تنتهي بهذه النتيجه واحد الى شيء. تشعر بان المباراه فيها اهداف، المباراه فيها اهداف في الدقائق القادمه، اما هدف خاطف لنادي مولوديه الجزائر او هدف التعادل للعالمي في شوط المباراه الثاني. كره موجوده الان، محاوله لمسه الى راموس، راموس نقله لسلطان الغنام، العرضيه عالية لكن الكرة بتعدي بتصل للجهة اليسرى، أحمد موسى يحاول، الكرة طالت عدت إلى رمية التماس، رمية التماس، أحمد موسى يملك الأفضل، يملك الأفضل وبإمكانه تقديم الأفضل مع نادي النصر في شوط المباراة الثاني. في شوط المباراة الأول لم يحضر أحمد موسى. الكرة العرضية الخطيرة، حمد الله، حمد الله سقط على أرضية الملعب، حكم المباراة لم يحتسب أي شيء بل يعطي إنذار شفعي، إنذار شفعي على عبد الرزاق حمد الله اللي يطالب بركلة جزاء. حمد الله سقط على أرضية الملعب وحكم المباراة أدهم المخادمة، يقول ما فيها شيء، يقول ما فيها شيء. نشاهد ونتابع، شو القرار، شو القرار؟ لا، تقنية الفار غير موجودة. هذه اللقطة، هذه اللعبة تقدم فيها، فيها تدخل كان على عبد الرزاق حمد الله في هذه الكرة وفي هذه اللقطة و ركلة جزاء لم تحتسب لنادي النصر في اللقطة وفي اللعبة الماضية. أعتقد بأن ركلة جزاء، المحلل التحكيمي عبر أبو ظبي الرياضية أكيد راح يكون له حديث عن هذه اللقطة وهذه الكرة. كرة بتعود الآن، محاولة لآليو دينغ، آليو دينغ يعيدها في الخلف، تمريرات موجودة من لاعبي نادي مولودية الجزائر. سفيان بن دبكة لمسة أمامية لكن الكرة بالطول بتعدي إلى رمية التماس، رمية التماس. ربع ساعة مع بداية شوط المباراة الثاني، شوف المخرج يعيدها مرة أخرى، سفيان بن دبكة. هل اللقطة هذه توضح بأن في ضربة، في لمس من سفيان بن دبكة، وصلت هذه بالجهة اليمنى، نقلة في الأمام بل تسديدة مرة تعدت إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى. تحدثنا عن الجيل الذهبي وعن الأسماء الكبيرة اللي مرت على عميد الأندية الجزائرية نادي مولودية الجزائر، أسماء أيضا على الجانب الآخر لن تنسى مرت على نادي النصر. وإذا نتحدث عن الأسماء الكبيرة لابد بأن نبدأ بماجد عبد الله، لابد بأن نبدأ بماجد عبد الله، جوهرة العرب، السهم الملتهب بليل الصحراء، تاريخ عظيم يصعب ذكر اسمه دون التطرق لأرقام الخرافية، إنجازاته، بطولاته. ماجد لو تتحدث عنه 90 يوم لن توفي حقه، ترك كل سعودي وكل نصراوي بل كل عربي أرقامه. عاجز الخبراء عن عدها، الكرة بتعود الآن والمحاولة وصلت هذه أمامية، عادت مرة أخرى، تمريرة خلف المدافعين، وصلت سهلة وهنالك أيضا راية وتسلل. هذا النصراوي الصغير، أنت ما لحقت على ماجد، ما استمتعت بأرقام ماجد، هداف الدوري السعودي 6 مرات، هداف بطولة كأس الملك 4 مرات، هداف كأس الخليج للمنتخبات 82، هداف بطولة مجلس التعاون، هداف العرب، هداف القارة الآسيوية، أفضل لاعب في القارة الآسيوية في 84 والوصيف في 89 والثالث في 88، أفضل وأشهر لاعب في تاريخ الكرة السعودية في استفتاء كان من شركة أمريكية في 2008، أكثر لاعب حقق لقب الهداف. أرقى صعب
ذكرها في 90 دقيقة فقط. الكرة بتعود الآن، محاولة أمامية وصلت هذه ولمسة لسفيان أو هذا فراس، أبعدت الكرة من أمامه، عادت المحاولة في الجهة اليسرى لراموس. راموس عادت مرة أخرى إلى راموس، راموس ينقل كرة في وسط الملعب إلى أحمد موسى. أحمد موسى تمريرة عادت مرة أخرى إلى أليو دينغ. أليو دينغ هذه خطيرة، هذه خطيرة لمصلحة مولودية الجزائر. تمريرة بالأمام لوليد، وليد لو نقل عرضية، فارس عنده لك الكرة، والهدف الثاني يأتي. الهدف الثاني للعبيد، نعم فعلوهم، فار بهدف ثاني. يسعد الشناوة، يسعد الشناوة، ثنائية لمولودية الجزائر. العميد يسجل ثاني الأهداف، فخر العاصمة يتقدم الآن ويسعد الجماهير الجزائرية، جماهير المولودية الغاضبة على أداء فريقها، غير راضية على ما يقدمه ببطولة الدوري، لكنها سعيدة، سعيدة بهذا الأداء وسعيدة بهذه النتيجة. والنتيجة أصبحت 2-0، 2-0 على العالمي أن يسجل ثلاثة، على العالمي أن يسجل ثلاثة في الدقائق القادمة إذا أراد أن يعود إلى المملكة العربية السعودية ببطاقة التأهل. هدف أتى بنيران صديقة، بنيران صديقة، أعتقد عبد الرزاق حمد الله، حمد الله هو اللي يسجل في مرمام، حمد بأن يسجل في مرمى الخصم، هذه المرة سجل في مرمام، سجل في مرمام ووضع الهدف الثاني في مرمام. أصبحت النتيجة 2. الكرة بتعود الآن، أحمد موسى، أحمد موسى عند فراس بن دبكة، بن دبكة، بن دبكة يحاول فيها الكرة، عادت مرة أخرى إلى أحمد موسى، ينقل الكرة إلى أحمد الفريدي، لمسة أمامية من الفريدي إلى الغنام، الكرة تصطد وبتمر إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية، هذا هو لاعب سلطان الغنام. فراس البريكان موجود في الخط الأمامي، حارس المرمى فريد شعال المتألق في هذه المباراة حتى هذه اللحظة. الركلة الركنية، ركلة ركنية لمصلحة نادي النصر، منقولة سريعة إلى الغنام، الغنام راوغ، الغنام يعيد الكرة إلى يحيى، لمسة أمامية لكن يحيى الشهري، تعود الكرة لأحمد الفريدي، أحمد الفريدي يبحث عن زميل لكن الكرة أيضا تتخلص وتبعد إلى رمية تماس، رمية تماس. نقلة في وسط الملعب، محاولة لأحمد موسى، هل يحدث الجنون في كرة القدم ويعود النصر إلى المباراة؟ نشاهد ونتابع، يبقى كل شيء جائز في عالم السعيرة المستديرة إلا إذا كان لنادي مولودية كلمة في هذه اللقطة. الكرة بتصل سهلة عند حارس المرمى، وصلت سهلة عند حارس المرمى. أحمد فريدي، لفريدي يبحث عن كرة أمامية، نقلها للجهة اليسرى، محاولة عبد الرزاق حمد الله، نقلة لكن بتعود لأحمد موسى، أحمد موسى أبعدت. كرة بتصل إلى حارس المرمى فريد، فريد شعال. المواجهات الجزائرية السعودية عديدة، وهذه المباراة هي السابعة. النصر واجه ثلاث فرق جزائرية يا عبد الرزاق حمد الله، شباب بلوزداد ومولودية الجزائر ووفاق سطيف، هذه الثلاث فرق اللي واجهها في تاريخه. هذه المباراة رقم سبعة في تاريخ مواجهات الأندية الجزائرية مع نادي النصر في تاريخ كرة القدم. قبل هذه المباراة فاز النصر في مباراة
وخسر في 4 مباريات، سجل 5 ودخل مرمى اللي تسجلوا في هذه المباراة. الكرة موجودة الآن، محاولة من أحمد موسى في 95، واجه أول مباراة شباب بلوزداد وانتهى اللقاء بانتصار لشباب بلوزداد. إسحاق علي هو من سجل الهدف الوحيد في 2007، واجه مولودية الجزائر وسجل للنصر طلال مشعل وسعد الحارثي، وللمولودية محمد بعداش. بعد ذلك تعادلوا 2-2، المولودية سجل كمال الدين أبو عصيدة، وسفيان يونس هو من سجل هنا الهدف الثاني اللي سجل مولودية الجزائر في شوط المباراة الثاني. وللنصر سجل سعد الحارثي وأحمد المبارك. النصر أيضا وفاق سطيف انتهت 2-1، النصر سجل طلال مشعل، ولوفاق سطيف سجل حاج عيسى وعز الدين. بعد ذلك أيضا تواجهوا طيب بهدف عبد الملك زيايا في 2018. انتهى اللقاء بهدف وليد درارجة في المملكة العربية السعودية في الرياض في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال. كرة موجودة الآن، محاولة عادت سهلة عند حارس المرمى اللي يخرج في التوقيت المناسب ويمسك بالكرة الماضية. هنالك نجوم جزائريين تألقوا في الملاعب السعودية. الكرة بتعود الآن، أحمد موسى نقلها، هذه خطيرة. التعادل، لا الكرة ضاعت، هذا التقليص وليس التعادل. التقليص من بيتروس لم يأتي، التقليص من بيتروس لم يأتي في اللقطة الماضية. كرة تعالت العارضة، مرت إلى ربما ركلة ركنية، ركلة ركنية. شوف الكرة، أحمد موسى هيها، بيتروس سددها، لك الكرة ربما صدت بآليو دينغ إلى أحد اللاعبين، سقط أحد اللاعبين، سقط على أرضية الملعب. الكرة الماضية بالسلامة إن شاء الله، ربما يكون زكريا حدوش أبرز النجوم الجزائريين اللي احترفوا في الدوري السعودي في العقدين الماضيين. منهم من ترك بصمة لا تمحى، ولا زالت جماهير الأندية تتغنى بذكرياتهم بالملاعب السعودية، ومنهم من خاض تجربة خجولة لم يكتب لهم فيها النجاح. لابد أن نذكر موسى صايب، موسى صايب، الله على هذا الاسم، نجم فالنسيا وتوتنهام، أحد أشهر النجوم الجزائريين في التسعينيات ومطلع الألفية، اللي انضم إلى النصر للمشاركة معه في أول بطولة كأس عالم للأندية عام 2000، واللي استضافتها البرازيل، وسجل الهدف الرابع لنادي النصر في مرمى الرجاء البيضاوي المغربي، وهو هدف النصر لاحتلال المركز السادس على أندية العالم في تلك البطولة. هذا النجم الجزائري اللي ترك ذكريات جميلة مع نادي النصر، قدم إلى النصر بعد أن قاد مهندس الصفقات النصراوية وقتها الأمير ممدوح بن عبد الرحمن الصفقة بكل نجاح، وكان عقده مع النصر لمدة 6 شهور فقط. كرة بتعود الآن، محاولة عرضية عالية داخل منطقة الجزاء، الكرة تتخلص من أمام فراس بريكان، حاج بوغاش أيضا، عنتر يحيى، مراد دلهوم. مر على تدريب النصر ايضا مدربين جزائريين ومدربين عرب كثر. كره بتعود الان، فراس البريكان نقلها الى يبحث عن زميل، استلم كرته مضغوط عليه، عادت الى بيتروس، هذه الى سلطان يحاول لكن استلامه خاطئ وابعدت الكره، عادت مره اخرى من امام اللاعب يحيى الشهري، هجمة عكسية مرتدة لبن دبكة، زبيان راح تقدم انطلق سقط على أرضية الملعب، حكم المباراة تأمر باستمرار اللعب. كرة بتعود الآن أمامية، لمسة من أحمد الفريدي، لكن الكرة تتخلص، عادت مرة أخرى تمريرة خلف المدافعين، وصلت هذه في الجهة اليسرى
لمصلحة نادي النصر. خطف الفريدي، الفريدي، الفريدي يبحث عن كرة بالأمام، الفريدي لمسة إلى أحمد موسى، أحمد موسى لكن كرة تام ابتعلوا العارضة إلى ضربة مرمى. أحمد موسى حاول أن يركنها، أخيرا ظهر، أخيرا ظهر النجم النيجيري. هذه مشكلة أحمد موسى في أكثر من لقاء لم يظهر في شوط المباراة الأول، وحتى مع بداية شوط المباراة نقل الكرة بل سدد هذه الكرة على العارضة إلى ضربة مرمى. من 1960 إلى 2018 مر على نادي النصر العديد من المدربين العرب والأجانب والوطنيين، لكن حسن خيري مدرب السوداني هو أول مدرب يحصل مع نادي النصر على بطولة كبرى عندما حقق بطولة كأس ولي العهد بعد فوز النصر على نادي الوحدة من مكة المكرمة بهدفين مقابل هدف. وقتها سجل الأهداف في تلك المباراة ابن المغفور له الملك سعود بن عبد العزيز ثاني ملوك المملكة العربية السعودية، سمو الأمير ممدوح بن سعود اللي كان لاعب لا يشق ملاعب السعودية. واللاعب أحمد أيضا سجل في تلك المباراة، الكرة موجودة سهلة عند حارس المرمى فريد سعال، أمسك بالكرة الماضية برأس البريكان، هو اللي حاول أن ينقلها أو يسددها هذه الكرة، لكن حارس المرمى فريد سعال بطل في هذه المباراة يذود عن مرماه باستبسال كبير ويقدم حضور طيب في شوط المباراة الأول وأيضا في شوط المباراة الثاني. كرة بتعود الآن، عادل عمروش عرف كيف يحقق النتيجة الإيجابية، بينما المدرب هيلدر المدرب اللي يقود نادي النصر مدرب 47 سنة قلب دفاع، لاعب لبنفيكا ولديبارتيفو لاكارونيا وليل ماكبايز مع نادي نيوكاسل، ولاعب العديد من الأندية في مشوار الكروي من الأسماء المعروفة. التسديدة لكن الكرة بتعدي، الكرة بتعدي وبتمر إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لفخر العاصمة لنادي مولودية الجزائر. هذه التسديدة اللي شال حارس المرمى وليد عبد الله أبعدها إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية للفريق الجزائري. ركلة ركنية على تنفيذها زكريا حدوش، نقل عرضية عالية حارس المرمى على مرتين، أمسك الكرة الماضية. ربع ساعة 14 دقيقة كل ما تبقى على هذه المباراة وعلى هذا اللقاء، والأمور تذهب بتلك الجزائر على حساب نادي النصر في هذا اللقاء. تاريخية تجمع الفريقين، تعادل وانتصار وحيد لنادي النصر مقابل انتصارين إن بقيت الأمور بهذه النتيجة بتقدم بهدفين مقابل لا شيء. كرة وصلت الآن للغنام يعيدها إلى راموس. هيلدر لعب مع المنتخب البرتغالي في 35 مباراة، اللاعب اللي ينحدر من أصول أنغولية أو المدرب في الوقت الحالي لأنه ولد في أنغولا. كرة عادت مرة أخرى، لكن الأنغوليين يفضلون دائما اللعب في الدوري البرتغال لان نفس اللغه، في يعني قرب كبير ما بينهم بالرغم من ان هذا في قاره وهذا في قاره. الكره بتعود الان، محاوله لحمد الله، حمد الله دخل منطقه الجزاء، حمد الله تاخر بها، حمد الله راوغ الان، حمد الله نقل كره عرضيه لكن الكره تتخلص، بتعود لاحمد فريدي، احمد فريدي يبحث عن كره في الامام خلف المدافعين و
وصلت الى يحيى الشهري. يحيى الشهري عرضيه منتظره، لم تاتي العرضيه، لا وصلت الى فراس، ابعدت الكره من امامه، خطف فراس، عادت له مره اخرى فراس البريكان، يعيد الكره الى سلطان الغنام، سلطان ولمسه بالامام، هذه خطيره الكره العرضيه الى يحيى الشهري داخل منطقه الجزاء، يبحثون عن حل، لكن اللاعبين مولوديه الجزائر واقفين صح، الكره العرضيه العاليه الى فراس هيها، لكن الكره تتخلص وتبعد، عادت مره اخرى لراموس، راموس نقلها، ضغط نصراوي، محاولات لنادي النصر لتسجيل هدف التقليص، بعد ذلك يبحثون عن هدف التعادل، وبعدها يبدا التفكير بهدف التقدم ان ذهبت الامور على ما يتمنى كل نصراوي. دوسري يدخل ارضيه الملعب، يترك ارضيه الملعب، احمد فريدي موهبه شابه صغيره يدفع بها المدرب في الدقائق الماضيه، عبد الرحمن الدوسري 21 سنه اللي اعير الى نادي التعاون ومثل المنتخب السعودي في مباراه واحده فقط، تبديل ايضا قادم الان، تبديل قادم لنادي مولوديه الجزائر، بودريم راح يترك ارضيه الملعب، اللاعب اللي ما ظهر اليوم عبد الرحمن بورديم يترك ارضيه الملعب، واسامه تيبي، اسامه تيبي يدخل الى ارضيه الملعب في الدقائق الماضيه، اسامه تيبي كره بتعود الان، محاوله وصلت هذه من الجهه اليسرى مره اخرى لابراهيم، ابراهيم غالب اعادها في الخلف لحارس المرمى وليد، وليد عبد الله ينقلها في الجهه اليمنى، نقلات حاضره راموس لكن دون تشكيل خطوره كبيره على مرمى نادي مولودية الجزائر. 10 دقائق أخيرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، وسيوصل الستار على هذه المباراة وعلى هذا اللقاء بهذه النتيجة إن بقيت الأمور باثنين لا شيء. كرة منقولة الآن، محاولة فراس حاول فيها وبعدت من أمامه، عبد الرحمن الدوسري نقلها في وسط الملعب، يبحث عن كرة في الأمام، أحمد موسى، أحمد موسى تمريرة ونقلة في الجهة اليسرى لعبد الرزاق، حمد الله مضغوط عليه لكن عادت مرة، يا لعيب نقل كرة أمامية لكن سهلة تصل عند حارس المرمى. بطولة كأس زايد جماهير الفريق الجزائري سعداء، بطولة اللي أطلق عليها كأس زايد للأندية الأبطال لمرة واحدة فقط بمبادرة وبقرار جميل من الشخصية الجميلة معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي، اللي أيضا نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بمناسبة فوزه بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي عن فئة الشخصية الرياضية العربية، يستحق تكريم صادف أهله، يستحق على العمل وعلى المبادرات. العديد من الأحداث في المملكة، الكرة بتعود الآن، محاولة أمامية هذه خطيرة لكن أيضا الكرة تتخلص، عادت الآن سلطان، هي الكرة إلى يحيى الشهري، وبعدت الكرة من أمامه، عادت إلى راموس، راموس البيروفي ينقل الكرة إلى الغنام، الغنام مضغوط عليه، الغنام راح انطلق، راوغ الغنام، نقل كرة عرضية كالعادة خاطئة، مرت وعدت إلى ضربة مرمى، 8 دقائق أخيرة، يترك أرضية الملعب عوض خميس ربما، يترك أرضية الملعب، لا الغنام، سلطان الغنام، والمنصور يدخل أرضية الملعب، سلطان الغنام ترك أرضية الملعب، من أفضل اللاعبين في الموسم الماضي مع نادي الفيصلي 24 سنة، اللاعب اللي يتواجد في هذه المباراة وفي هذا
نادي مغمور مع نادي زلفي. الكره بتعود الان عرضيه بركله جزاء. حكم المباراه تامر باستمرار اللعب. عادت مره اخرى المحاوله من جهه اليمنى. سبع دقائق اخيره. هذه الكره العرضيه لكن ايضا مرت وعادت الى ضربه او الى خطا او الى رميه تماس. بعد ذلك الى رميه تماس. كره بتعود الان عبد الرحمن الدوسري. يمر الكره الى حمد المنصور. المنصور في وسط الملعب. تمريره الى بيتروس الى الدوسري. نقلات موجوده. بالامس تلقينا خبر وفاة نجم الكرة السعودية ونادي الهلال والاتفاق سابقا رحمة الله عليه سلطان البرقان. ويثبت عند السؤال ويجعل ما أصاب تكفير له ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان رحمة الله عليه. نجم الزعيم سابقا والاتفاق سابقا والمنتخب السعودي. كرة بتعود الآن محاولة أمامية. وصلت هذه لي راموس اللي حاول لكن حظا على كرته. تعود سهلة عند حارس المرمى. تعود سهلة عند حارس المرمى اللي يخرج التوقيت المناسب ويمسك بالكرة الماضية. الأمور تذهب مشاهدينا متابعينا لتأهل لنادي مولودية الجزائر. مولودية الجزائر الجيل الذهبي للعميد اللي فاز معهم بالعديد من البطولات وحقق أرقام لن تنسى. أتى الجيل اللي بعده واللي حقق أيضا أرقام جيدة يا عبد الرزاق حمد الله. في موسم 77-78 فاز الفريق بالبطولة الرابعة في تاريخه. ثم بعد ذلك لقب 78-79 وكان آخر لقب للفترة الذهبية واللقب رقم 20 بعد أن انتظر الفريق 20 سنة من الانتظار لرؤية المولودية يفوز بالبطولة في 99 بلاعبين وبنجوم أمتعونا في سنوات ماضية يا أحمد موسى. رفيق صيبي واحد منهم. بن علي واحد منهم. رحموني وفاز بالكاس في 83 واضاع لقب البطوله في 89-88 لصالح الشبيبه. لكن في السنوات اداء هذا الفريق يقدم اسماء رنانه. قدم عبد القادر غلام، محمد عيد موهوب، فوزي الشاوشي، محمد بن حمو، عبد الوهاب زنير، وموسى كوليبالي، وايضا رضا بابوش، وقدم ايضا طارق العزيزي، ياسين، زبير باشي، انور، علي بن شيخ، عيسى الدراوي، عامر بن علي، الاخضر بلومي فقط. انت امامك ناديين قدموا نجمين لن ينساهم المشجع العربي والعاشق لكرة القدم. ماجد عبد الله في نادي النصر والأخضر بلومي في نادي مولودية الجزائر. أسطورة كرة القدم الجزائرية وأفضل لاعب جزائري عرفه التاريخ. امتاز اللي قاد المنتخب الذهبي للجزائر منتخب الثمانينات. التمريرة العمياء لا يمكن أحد أن يعرف وين راح يمرر وين راح يلعب حتى لحظة وصولها لزميلة. لاعب لن ينساه التاريخ ولن ينساه المشجع العربي والمحب لكرة القدم الجزائرية والعاشق لكرة القدم العربية. تبديل قادم للفريق الجزائري. حاشي يترك أرضية الملعب. حاشي اللي قدم مباراة رائعة ترك أرضية الملعب في اللحظات الماضية. ودخول للاعب عبد الكريم. كرة بتعود الآن
محاولة وصلت هذه أمامية، أو هذا عبد الله مادو في نادي النصر اللي دخل إلى أرضية الملعب. عبد الكريم كرة بتعود الآن 88 دقيقة دقيقتين وسيسأل الستار على هذه المباراة وعلى هذا اللقاء بانتصار وتأهل لنادي مولودية الجزائر على نادي النصر. كرة بتعود الآن، محاولة لمسة أمامية لكن تعود سهلة عند حارس المرمى. النصر عنده مباراة قادمة، عنده مباراة. بطاقة حمراء، ازدادت الأمور صعوبة الآن، ازدادت الأمور صعوبة في هذه اللقطة وفي هذه البطاقة حمراء يتحصل عليها اللاعب أحمد موسى. لم يقدم أي شيء في هذه المباراة وفي هذا اللقاء، ترك أرضية الملعب مطرودا، ترك أرضية الملعب مطرودا في اللقطة وفي اللعبة الماضية. لكن على فكرة جماهير النصر بعد كل هزيمة تعود أقوى، تعشق الفريق بشكل أكبر. الجماهير تواجدت في تدريبات الفريق وحضرت مع نادي النصر بعد خسارة كأس ولي العهد. ثاني يوم الملعب حضر فيه الجماهير وامتلأت تلك المدرجات، ملعب الرمز امتلأ عن بكرة أبيه. في مبادرة كانت من الجماهير لن تنسى. عزيز العنزي على هذه المعلومة، بتمر إلى رمية تماس في اللقطة وفي اللعبة الماضية. عادت مرة أخرى المحاولة، حتى أيضا النقاد والعشاق هذا الفريق والأدباء من محبي نادي النصر والشعراء، واحد منهم وليد المقاطي يقولون العمى يعمي رفيقة، وأنا أقول العمى في النصر جايز إذا جيت للصراحة والحقيقة. أحبه لا خسر وأغليه فايز، لذلك دائما بعد كل خسارة جماهير الفريق تكون معاه في الضراء أكثر من السراء. مشجعين، كرة بتعود الآن، محاولة تمريرة في وسط الملعب. 4 دقائق وسيسأل الستار على هذا اللقاء، على هذه المباراة، على هذه القمة الجزائرية السعودية بتفوق الفريق الجزائري لبكر الأندية الجزائرية لنادي مولودية للتاريخ الكبير في كرة القدم العربية. كرة بتعود الآن، محاولة لمسة أمامية، شناوة سعداء، شناوة لقب جماهير مولودية الجزائر وهم سعداء بهذه النتيجة، سعداء بهذا التقدم ومحتاجين لهذا الفوز، محتاجين لهذا الانتصار حتى يعود الفريق إلى الطريق الصحيح، يعود إلى سكة الانتصارات، إلى مكان الطبيعي. تعود الآن، محاولة ألقاب عديدة وأرقام كبيرة، آخر مرة فاز ببطولة الدوري في 2017 و2018. في هذا الموسم الفريق في المركز السادس وعلى بعد تقريبا 11-12 نقطة من المتصدر نادي اتحاد العاصمة الغريم التقليدي لنادي مولودية الجزائر. فاز ببطولة الكأس آخرها في 2016. كرة موجودة الآن أمامية، ألقاب عديدة، فاز ببطولة أيضا دوري أبطال أفريقيا في 76،
عادت مرة أخرى محاولة إلى بيتروس، بيتروس نقلها أمامية الكرة، فراس يحاول أبعدت الكرة من أمامه، عادت مرة أخرى تمريرة للاعب أليو دينغ، أليو دينغ ونقلة في الأمام لسوبيان، هذا زكريا يبلغ الوقت الأصلي انتهى، نلعب في الوقت المحتسب بدل الضايع والنتيجة تشير إلى الجزائر على النصر في رابع مباراة تاريخية ما بين الفريقين بهدفين مقابل لا شيء. عادل عمروش لا يهدأ أبدا، لا يهدأ أبدا، هذا المدرب يعرف جيدا قيمة الكيان اللي يدربه. الكرة بتعود الآن، محاولة وصلت هذه أمامية تسديدة، لكن حارس المرمى يمسكها على مرتين، وليد عبد الله، وليد عبد الله يمسك الكرة الماضية على مرتين ويبحث عن بداية هجمة لمصلحة نادي النصر. النصر يودع البطولة، الاتحاد ودع هذه البطولة، ويستمر نادي الهلال تفوق في الذهاب برباعية على فريق النفط، ونادي الأهلي أيضا تفوق على وفاق سطيف في الجزائر بهدف مقابل لا شيء. محاولة وصلت، عدت إلى ضربة مرمى، ثاني المتأهلين اللي راح يقام على فكرة، أو ثالث المتأهلين، ثالث المتأهلين الوصل، والنجم الساحلي ونادي مولودية الجزائر في ربع النهائي في الكوارتر فاينل من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، في انتظار البقية. الدور القادم راح يقام في فبراير من 2019، لكن هنالك مباريات لسه متبقية في ثمن النهائي. كرة بتعود الآن، محاولة لوسط الملعب، تمريرة عادت مرة أخرى للأمام، محاولة لبريكان، فيها صافرة وفيها خطأ، والنصر بعشرة لاعبين، طرد أحمد موسى اللاعب اللي لم يحضر أبدا في هذا اللقاء، عبد الرزاق حمد الله أهدر العديد من وأعتقد بأن كانت لركلة جزاء في شوط المباراة الثاني، وقتها كانت النتيجة واحد لا شيء، لكن حكم المباراة أدهم المخادمة أمر باستمرار اللعب، والمحلل التحكيمي عبر أبو ظبي الرياضية أكيد راح يكون له حديث عن العديد من اللقطات في شوط المباراة الأول وفي شوط المباراة الثاني. هدف الوداع، هل يأتي من خلال هذه الكرة حمد الله ويحيى الشهري؟ الشهري تقدم، يحيى يا سلام، الشهري يسجل هدف الوداع من كرة ثابتة بقدم اليسرى راحت في الشباك، هدف التقليص، أصبحت النتيجة 2-1، 2-1 في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة هدف لا يسعد الشناوة، لا يسعد الشناوة بالنسبة ليحيى الشهري، هدف الوداع بالنسبة للنصراوية، هدف الوداع للعالمي، العالمي يودع بطولة كأس زايد الأندية الأبطال ومولودية الجزائر، يتأهل فخر العاصمة إلى ربع النهائي، إلى دور الثمانية. المبروك لنادي مولودية الجزائر هذا الانتصار والتأهل إلى الدور القادم. هارد لك من الأعماق لنادي النصر خروجه من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال. إلى نلقاكم بلقاءات أخرى قادمة، تقبلوا تحياتي محمد الشامسي، أما الآن الكلمة تعود للزميل العزيز أسامة الأميري. أسامة تفضل. شكرا للزملاء محمد.